احنا الحمد لله جد سعداء بهذا الخطاب الملكي اللي جاء على اثر افتتاح البرلمان اللي اعطاه صاحب الجلاله، واللي قالوا فيه نقطتين اساسيتين اللي هما الاشكاليه ديال الماء والاشكاليه ديال الاستثمار. واللي كيهمنا احنا بزاف هو الاشكاليه ديال الماء في المنطقه ديالنا اللي كتعتبر من المناطق الكبيره من ناحيه ديال الانتاج، واللي الماء يعتبر هو الماده الاساسيه باش نبداو نهضروا على الانتاج. الحمد لله الجهه اليوم فيها واحد المحطه ديال تحليه ماء البحر اللي كتهم المنطقه الشتوكه اللي كتعرف بالانتاج ديال الخضار على الخصوص والفواكه بصفه عامه، واللي الحمد لله اليوم كاينه بدات الربط ديال هذيك الاشتغال ديال المحطه والربط ديال الفلاحين اللي كاينه واحد 15000 هكتار، ولكن الجهه فيها اكثر من 100000 هكتار صالحه للفلاحه وخدامه. مع الاسف هذه السنوات الاخيره وتوالي سنوات الجفاف كاين اشكال كبير بزاف، لان الحقينه ديال السدود نظرا لهاد التقلبات المناخيه وهاد الامور اللي كانت وقعت في هذه السنوات الاخيره، رجعت الحقينه ديال السدود، الفرشه المائيه حتى هي قلت، ولا واحد الاشكال كبير عندنا في المنطقه. مثلا منطقه القردان اللي مربوطه بالسد ديال اولوز على واحد المساحه ديال 10000 هكتار، البراج خوا، ونطلبوا ربي يرحمنا لانه اليوم كيعطونا 50% اسبوع كيتقلبها اسبوع ما كيتلقوش، والبراج ما بقى فيه والو، يعني غادي يشد الاخر شهر 10 في هاد السنه. لهذا بهذا المنبر ديالكم كنشكركم اولا، كنطالبوا انه يكون تعبئه ديال المياه غير اعتياديه، لان التساقطات المطريه والتقلبات المناخيه ولات بحال اشكال هيكلي. واليوم الحل كيبان لينا حنايا هو المحطات ديال تحليه ماء البحر في جميع انحاء المغرب والمنطقه ديالنا على الخصوص. كما كتعرفوا ان المنطقه ديالنا اليوم فيها واحد التقنيات جد مهمه لترشيد المياه ديال الفلاحه. كاينه واحد الجمعيه سميتها لاكروتيك اللي دايره اكثر من 30 محطه ديال الارصاد اللي ولات مرتبطه مع الفلاحه، وكتعطيهم يعني المعطيات يوميا عبر رسائل نصيه كتوصل للتكنيسيان كلهم ديال المنطقه في جميع الفلاحات، وكتعطيهم شنو هما التبخر اللي كاين، شنو هي الكميات ديال الماء اللي خصها تعطى. والحمد لله اليوم مثلا في الحواميض قدرنا نربحوا واحد 40% من الكميات اللي كنا كنستهلكوا قبل. اليوم الهكتار ديال الحواميض تشتغل ما بين 5000 و6000 متر مكعب. في الخضر كذلك، في الخضر في السير كذلك كاينه محطات ديال لي طونسيون متر، كاين بزاف ديال التكنولوجيات الجديده اللي جعلت انه الترشيد يكون من الاولويات الاولويات. لهذا كنظن بانه في هذه النقطه هذه راه كاين عمل كبير.